أنا ضحية حضرة مساعي تفهم دمى دخيلك ما في لا ضحية ولا محية الزلمة وقف على رجلي ومشي وعين الله عليه ما وقف شيء ما بعرف والله شو بعرفني ما سألته المفروض ما تخلي يمشي ما يتزحزح من مكانه المفروض يجي لهون ويخبرنا انه ما صار شيء ونحن منسكر الضبط ويا دار ما دخلك شر حضرة المساعد اسمعني وفهمي دخيلك والله الفهم حلو وانت هيك على ما يبدو شخص فهيم وراكز وبتنقطع الطاير ما شاء الله وكان حولك وحول امثالك ويخليك لامك يعني لو كان الزلمه تحس بشي وجع او نخزه او اي عار تاني ما كان مشي كان اجا واشتكى دغري مظبوط ولا لا يا حضرة المساعد ولك يا اخي مو انت اللي بتحدد الشيء اللي بيحدد الشيء الطبيب الشرعي لا تستبعد ابدا انه يجينا بلاغ عن هذا الشخص بانه داخل الطبيب او غوطا او التعش عصيف بدون ما حدا يعرف السبب بينما بتكون انت المسبب الحقيقي لا حول ولا قوه الا بالله طيب سيدي شو العمل هلا شوف يا اخي انا راح ساعدك من جوات قلبي وبكل الفهم باختصار نحن المفروض نحجزك عنا يومين ثلاثة حتى نتأكد انه ما حدا بلغ عن هذا الشخص وبعدين بنطلق صراحة او شو سيدي او بتروح بتجيبه لهون وبكتب لنا تقرير انه معافر سليم وما تعرض لاي اذى نتيجة هذا الحادث ساعتها بس ممكن نسكر الضبط ونفرج عنه بس يا سيادة المساعد ما في بس في حياة مواطن بخطر ونحن ما ممكن نتساهل بأرواح المواطنين بالطريقة اللي عم تفكروا فيها هي بكون بعلمك نحن كل شيء عليه هي حياة المواطن وروح المواطن وصحة المواطن وشغلتنا هون بالتحديد انه نحمي أرواح وممتلكات المواطنين من العابسين والمستكترين يا المواطن اللي بحسنه هون يا أما من تلك بس يا سيدي انا ما بعرفه بهالزلمه اللي نكشته بالسياره اقسم بالله العظيم ما بعرفه ولا بعمري شفته بقى شلون بدي اروح ادور عليه او يخليه هناك ما بعرف هي مشكلتك مو مشكلتي ويلي بيدور بلاقي بقى نزل على الشارع اللي صار فيه الحادث واسال الحراس على المحلات السكاكين ولا مبصله من ديش طيب امري الاول بس بترجاك يا حضره المساعد تبعتوا معي كم محقق لحتى نقدر لا 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 شو رح تحكي معقول؟ شو المحققين مو فاضيين غير إلها؟ خلاص روح اتكل على الله وجيب اللي دعسته لهون وينك؟ معك يومين مو أكثر والمكرو رح يضل عنا بالحجز والصون لبين ما ترجع حجزت المكرو يا ابني؟ حجزت نفسي يلا حساب الوقت ورجع لعندي الله معك ماشي حال لا تأخذونا دخيل